أخبار اليوم. أنا اسمي طارق عزمي، أنا المستشار بتاع رئيس مجلس إدارة الشركة مهندس محمد شيمي في البروجيكت، وأنا بشتغل مع البروجيكت من سنة 2013، يعني بقالي دلوقتي حوالي 3 سنين. أنتوا عارفين طبعا الأول إن اللي بيموت في فاير بيموت من الحرق، من الدخان، أكتر من 90% من اللي بيموتوا في الحرايق نتيجة للدخان. طيب، وبالتالي نسبة الناس اللي بتموت في البيوت هي الأعلى، فهتلاقي النسبة الأكبر 2745% والإصابات طبعا 13125. لكن المهم هنا إن إحنا نعرف إيه؟ إن في كل 64 ثانية في حريقة بتبلغ عنها في بيت أو استراكشر في أمريكا. إحصائيات دي إحصائيات معتمدة مصادرة من أمريكا ومن الأجهزة الحكومية، يعني ما فيهاش مجال ان حد يقول ده مش معقول او ده غريب او لا، دي حقيقه. هنخش دمي في الموضوع اللي احنا جايين له، احنا جايين نتكلم ازاي نامن نفسنا ضد الحرق. الموضوع الحقيقه موضوع شيق جدا، موضوع مهم جدا، مفيش حد فينا بعيد عنه، مفيش حد فينا يعرف يعيش من غير التعامل مع الحرايق. احنا ده تعريف بيا، انا اسمي محمود خليل، مدير اداره السلامه بشركه بتروجيت. انا تقريبا كده تقريبا نصي بتروجيت ونصي اخبار اليوم، يعني انا كمان متربي في اخبار اليوم، اخواتي في اخبار اليوم، والدي في اخبار اليوم، فانا كمان عندي سعاده شخصيه ان انا قادر ارد جزء من جميل اخبار اليوم عليا. السلايد اللي قدام حضراتكم ده بيورينا قد ايه النار مهمه، قد ايه النار خطيره. ليا سؤال لحضراتكم قبل ما ابدا. احنا تقريبا موجودين حوالي 60 فرد. كم واحد فينا عنده في البيت صفاية؟ ولا واحد. حضرتك عندك، حضرتك عندك. تمام. طيب انا بسال السؤال ده ليه؟ انا بسال السؤال ده عشان نعرف وناكد ان التعامل وثقافة السلامة وانتشار ثقافة السلامة شيء مهم جدا جدا جدا. وجود طفاية عندك في البيت ده مش حاجة اوفر، مش اوبشن، مش اختيار، ده المفروض انه يكون شيء طبيعي. ليه هو شيء طبيعي؟ الساعة اللي قدام حضراتكم دي طبقا واحصائيات الجمعية الامريكية للسلامة والصحة المهنية. بتقول ايه الساعة دي؟ بتقول ان احنا في خلال دقيقة واربع ثواني بيتم انتشار اللهب وتصاعد الدخان. بعد دقيقة و35 ثانية، بعد دقيقة و50 ثانية، بعد دقيقتين، بعد أربع دقايق 33 ثانية بيكون تم انتشار الحريق بشكل لا يمكن السيطرة عليه. لا يمكن السيطرة عليه. في مقولتين مهمين جدا 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 لازم نأكد عليهم في مجال الحريق. المقولة الأولى إن معظم النار من مستصغر الشرر، مفيش حريقه بتبدا كبيره. نمره اتنين، عمر الحريق زي ما حضراتكم شايفين بيتحسب بالثانيه، فكل ثانيه في عمر الحريق هي مكسب للنار وضد مكسب حضرتك. عايزين نطبق الكلام ده عملي، عايزين نشوف الكلام ده بعينين. احنا بنتكلم في اربع دقائق ونص، عايز حضراتكم تشوفوا في ثانيه كنا سيطرنا على الكلام ده. يبقى احنا كده وجود الطفايه عندنا مش اختيار. نمرة اتنين، الوقت. احنا بنتكلم في اربع دقايق انتشر فيهم تقريبا الحريق في المكان بالكامل. طيب يبقى احنا بنتكلم في ان بيوتنا، ممتلكاتنا، عربياتنا، مؤسساتنا محتاجه وقت اكيد. فالموضوع غايه في الاهميه. طيب علشان يحصل حريق، علشان يحصل نار، في حاجه مهمه جدا اسمها هرم الحريق. هرم الحريق ده اربع اضلاع، الاربع اضلاع دول لو اتجمعوا حصلت النار. لو قدرنا نسيطر او نلغي ضلع واحد منهم قدرنا نسيطر على الحرق. ايه هم الاربع اضلاع؟ اولا الماده القابله للاشتعال، نمره اثنين الهواء وخصوصا الاكسجين لانه بيساعد على الاشتعال، نمره ثلاثه مصدر الاشتعال، نمره اربعه التفاعل الكيميائي اللي بيحصل علشان تفضل النار. طيب الماده هي موجوده في الدنيا ربنا خلقها بثلاث صور، اما انها صلبه او سائله او غازيه. كمان الاكسجين موجود في الهواء الجوي بنسبه 21%. لو قدرت
اقلل نسبه الاكسجين عن 15% انا قدرت اسيطر على الحاله، قدرت اسيطر على انتشار النار. الضلع الرابع هو مصادر الاشتعال. ايه هي المصادر اللي بتتسبب في ان يحصل حاله؟ اول حاجه واشهر حاجه هي الكهرباء. دايما نسمع حدوث ماس كهربي ادى لحدوث حاله. طب هي ليه الكهرباء بتعمل حرائق؟ الكهرباء بتعمل حرائق لسببين مهمين قوي. السبب الاول هو سوء التوصيلات الكهربائيه، ان احنا بنكون بنعمل توصيلات كهربائيه ضعيفه لا تتحمل الطاقه اللي ماشيه فيها فبتسبب حرائق.